بعض المصطلحات المتعلقة بكرة القدم. هيك هيك نحن بأجواء كأس العالم، خلينا نتعرف على بعض المصطلحات اللي ممكن نكون عم نسمعها. أول شيء لازم نعرف إنه الأشخاص المشجعين أو المعجبين بفريق معين بنطلق عليهم صفة فانز. فانز، فانز بمعنى معجبين. عنا بيتش، بيتش اللي هي بتكون ملعب كرة القدم يلي بيكون أخضر، اللي بيكون عليه grass، بيتش اسمه. goal posts، goal posts هن الأماكن يلي بيكونوا اللعيبة عم بيسجلوا فيهم هدف، الجول نحن بنقوله باللغة العربية. the penalty area، the penalty area هو الزيح الأبيض يلي بيوقفوا عليه اللعيبة ليكونوا بدهم يسجلوا ضربة جزاء. the corner flag، corner flag هن الأعلام اللي بتكون موجودة على زوايا الملعب. the referee، referee هو الحكم يلي بيكون موجود مع اللعيبة مع اللاعبين ليتأكد انه هول اللعيبة ما عم يعملوا شيء مخالف لقوانين كرة القدم. ممكن نحن نسمع بفعل to kick off. kick off هي ببلشوها بأول الماتش، بأول المباراة لما يكون الحكم واقف بنص بين الفريقين و they flip the coin بمعنى بيقلبوا الكوين بتكون موجودة بإيدهم ليعرفوا أي فريق بده يبلش بالأول، أي فريق بده تكون معه الطابة بالأول. عنا أيضا فعل to score a goal بمعنى يسجلوا هدف، to score a goal. واخر شيء عنا فاول اللي هو الخطأ يلي ممكن اللعيبة ترتكبه، فاول او اذا بدكم شيء مخالف لقوانين اللعبة.